فيكم مشاهدينا، صباح الخير والعافية عليكم وين ما تكونون. طبعا احنا اليوم موجودين بالشارجة، بالشارجة اكو سوق اسمه سوق الفرفوري. طبعا هذا سوق الفرفوري كل شيء بيه متوفر، خصوصا الاشياء مستلزمات المطبخ. طبعا هذا السوق اكيد كل ام بيت انه هي راح تحبه، وخصوصا اي مرة انه هسه فاتحة بيت انه او عروسة تجهز انه تيجي تجهز من هذا السوق. حسب مدى اشوف انه هذا السوق كل شيء متوفر يخص خصوصا المطبخ. فاحنا اليوم راح ناخذكم جولة بهذا السوق، وراح نشوف انه هذا السوق من شو وقت موجود، وشنو الاشياء الموجوده به، وهي الاشياء من يجيبوها. اكيد راح نحكي ويا احد الموجودين، ويا احد المحلات، ويا اكثر من محل راح نحكي ونشوف شنو الاشياء اللي عندهم. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. انت صاحب المحل او بابا؟ وشفتك انت واقف بالبدايه. انت شنو طالب؟ اي طالب. شلونك حجي؟ مرحبا، اهلا وسهلا. تعال هنا نتقدم شويه. شلون صحتك؟ اهلا وسهلا. صار لك ايش قد انت بهذا السوق؟ والله من التسعينات. هذا السوق اللي هو الدقاني، يعني حسب ما استفسرت عنه انه اسمه سوق الفرفوري. بالضبط، سوق دربونا تحسيبنا نروح. نعم. يعني هذا السوق انه انت صار لك من التسعين بيلو، هو هذا السوق اصلا من التسعين موجود؟ لا، هو السوق قديم هذا، يعني من زمن اليهود. نعم. اي وانت مفتح بيه من التسعينات؟ اي بالتسعينات احنا موجودين بالسوق. شلون تشوف يعني الناس واقبال الناس عليه؟ والله الحمد لله، الشورجة دائما هي ناس اكو تجي تتونس بيها، مو شرط يعني تتفضع بيها. اي فموجود البهارات والمواد الكماليه والفرفوري، يعني جميع المواد. مرات يجوني بس يتونسون يتفرجون يطقطقون صور هنا. مثل ما نشوف يعني هو كل شيء متوفر هنا وكل شيء موجود. اي نعم نعم. نتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك، اشكرك. يلا مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم. الله يخليك. مثل ما شفتوا مشاهدينا انه الرجال شرح لنا انه هذا السوق موجود من سنه التسعينات، وهو هم يعني صح الرجال موجود من سنه التسعينات هنا، ويبيع هاي الاشياء. مثل ما تشوفون كل الاشياء اللي تخص المطبخ موجوده. السلام عليكم، شلون صحتك؟ اهلا وسهلا. يا هلا. انت هنا ابو المحل؟ زين، صار لك ايش قد بهاي المهنه؟ والله هو والدي قديم بس انا جديد بهاي المصلحه. حلو. زين، مين تجيبون هاي الاشياء الفرفوري، الاشياء الموجوده كلها تخص المطبخ؟ والله نجيبها يا اما من الصين يا اما من تركيا. تمام. زين، والدك صار له ايش قد؟ صار له 35 سنه. 35 سنه، يعني مثل ما ذكرنا ذاك الرجال. اي يعني هو السوق هذا اصلا قديم، يعني هو خان يهودي من زمن، يعني من قبل احنا جينا ورثنا الشغله من ابانا واجدادنا شوي شوي، اللي طبعا السوق ما يطلع. هو هسه دا شوف شغلات كلش حلوه وكل الاشياء موجوده، يعني هاي يمكن 24 ساعه هنا نسان موجوده. طبعا شيء اكيد. زين، هسه انت هنا دا يقولون مفرفوري، انا دا اشوف غير هاي الاشياء هاي الموجوده هنا، اكو نسها مفرفوري. بلاستيك وميلامين، دخل شيء جديد، والقبل كان معروف عليه كله فرفوري، هسه لا، دخلت هواي شغلات، ميلامين، دخل بلاستيك، دخل الاكليريك، دخل هواي شغلات. تمام. يعني يعني صح اسمه سوق الفرفوري، بس قمتوا تجيبون اشياء هوايه وتطورون من عنده. طيب احنا هذا السوق خاصه لانه تجهيز مطاعم حصره. تجهيز المطاعم يعني بس مطاعم يجون سياحي، شغلنا سياحي. اي الوقت ده يتطور، مطاعم ده تتطور، احنا هم لازم نطور شغلنا، ما نبقى على القديم. فقلنا نجيب شكو شيء محتاج السوق او المستهلك بصوره عامه. ده نجيبه احنا، هذا صوت ما نسمعه يوميا ما نرتاح، لازم نكسر. تعودين يعني انتم بالبيت يمكن فشي عندكم كلش عادي من يوقع شو ينكسر؟ هو هنا واحد. اي وبالبيت تضوجون؟ اي مو احنا نضوج، الام. ليش كسرتوا؟ شكرا لك يا رب، وكل التوفيق ان شاء الله وتطور اكثر واكثر. شكرا. مثل ما تشوفون مشاهدينا، طبعا انه هو صح اسمه سوق الفرفوري، بس انه هذا الشخص ذكر انه مو بس فرفوري، قاموا يجيبون غير اشياء وقام يتطور السوق، ويجي مثل ما ذكر البلاستيك وال بعد هواي اشياء ذكرها هسه. فاحنا بعدنا كي مستمرين بجولتنا. السلام عليكم، شلون صحتك؟ وسهلا. طويل. طويل طبعا، طويل هو هذا الطويل. ايش صار لك انت بهذا السوق؟ والله تقريبا صار لي خمس سنوات. خمس سنوات جديد يعني. تمام. مصلحة جديد، يعني ما عندك معلومات كافيه على هذا السوق؟ معلومات كافيه يعني جديد. تمام. احنا شنو انه بس همينا مثل ما ذكر ذاك الولد، اكو بس فرفوري لو شنو؟ فرفوري وشغلات منزليه مال بيت، يعني مطبخ، اي شغلات. ها هي شغلات. اي زين، احنا شلون شو هم الاسعار تختلف عن غير السوق؟ بسبب الورق يعني صعد السوق، كانت الاسعار زينه، هسه الورق 150، يعني بيش قلي للزبون ما يرضى، يقول لك غالي. من ما تجيبنا مو صوتنا احنا، صوت الدوله. اي هذا صوت بالدوله، احنا شو علينا؟ احنا نجيب البضاعه تجينا اللي جاي نقسمها، يعني شلون ما تجيبينها هي خساره بخساره. اي صحيح. يا ربي كل التوفيق لك.
هذا يعني أنا وسنة بيجي شرط. الله يسلمك. مثل ما تشوفون مشاهدينا يعني بكل مكان هم تأثير الدولار عندهم حتى بهاي الأشياء إنه شغلات تخص المطبخ والمستلزمات وبكلهم هم متأثر بيهم الدولار بالارتفاع. ومثل ما تشوفون طبعا السوق كلش حلو بكل الأشياء الموجودة. وحسب ما ذكر ذاك الولد إنه هو حصرا إنه يجون بس أهل المطاعم يجهزون أكثر من يعني ربات البيت وهيج أمور. السلام عليكم. أهلا وسهلا. شلونك حجي؟ الله يسلمك يا عم. الله يخليك. أصحابك جيد أنت بهذا المحل وهذا السوق يعني بصورة عامة؟ صار لي 27 سنة. الله يحفظك ويطول عمرك. شلون نشوف السوق هسه لو قبل؟ لا أريد أشوف شلون نشوف هسه هذا السوق الفرفوري اللي هو بالشارجة. هسه السوق هذا احنا بقياسات الريت يعني يختلف عن قبل بهواية عدة طوابق مو تقول لي والله. يعني شلون نشوف يعني هنا هذا السوق يعني هو كل شيء بيه يخص المطبخ؟ اكيد اكو محلات هم بيها شغلات تخص المطبخ موجوده هنا ما موجوده بكل بغداد وبكل العراق لان احنا اختصاصنا مطاعم كافتريات حلويات كوفي شوبات خاصه لهذا واهل القص واهل المطاعم كلها تيجون الشيء الاصلي الفرنسي السويسري البرتغالي التركي يقول اهل هنا بالمولات وبالمحلات اللي خارج الشورجة مالت ما يقول غير بس الصيني. هسه هنا أنا شنو أكثر شيء قلت أنت موجود؟ أكثر الغراض منين جاية؟ تركيا بالبرتغالية سويسرية فرنسية عندنا سيتشاتشين وعندنا كل ملاحق وعندنا كل شيء. الله يطول بعمرك عموه. الله يشكرك يا عم كل الأهل. مثل ما شفتوا مشاهدينا طبعا هذا الحجي يقول أنا صار لي 27 سنة يعني صار له كل شوية بهذا السوق إنه دي يشوف السوق تعبان مو مثل قبل من ناحية ها ومثل ما ذكر إنه الأشياء الموجودة هنا مو موجودة باقي المحلات يعني باقي المحلات دي يقول أكو بس أكيد أكيد حجي أكيد راح أكيد راح نأخذ العدد شلون فمثل ما ذكر إنه باقي المحلات وباقي الأماكن موجودة بيها بس الصيني أو التركي وهنا أنا موجود مثل ما ذكر إنه جايبين أشياء من غير دول فقد بيانا حجي شلونك شلون صحتك؟ هلا ومرحبا أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا صار لك إيش قد بهذا السوق؟ والله 25 سنة صار لي حوالي الله يحفظك ويطول بعمرك إن شاء الله شلون تشوف السوق هسه عن قبل؟ والله هسه شوية السوق تعبان إقبال على البضاعة قليلة كلش واحنا اكثر شغلنا على المطاعم على الفنادق على السياحه وهاي هالايام شويه ضعيفه يعني ضعيفه اي والله بسبب شنو ضعيفه يعني والله الحظر وغير الحظر وجائحه كورونا وهاي كلها يعني ملتمه تاثر على المصلحه مالتنا المطاعم اغلبها ساعه بالتسعة تعزل واحنا كله سياحي شغلتنا مطاعم هاي شغلتنا على المطاعم زين هم يجون هنا ربات بيت يجهزون بيوتهم هاي لو بس تقولون بس مطاعم عندنا لا عندنا برمضان يصير اقبال هوايه على الغراض اكثر شيء برمضان يصير عندنا الناس يجون يدورون شغلات غريبه حلوه زين هاي الغراض هسه اللي انت جايبها اكثر الغراض الموجوده بمحلها كميا اكثر شيء تركيا الصين ونسبه قليله من ايران تجينا اي زين هم من الغراض هاي هسه تختلف اللي موجوده هسه عن السنين اللي قبلها طبعا كل شيء كل وقت ووقته يعني قبل شوف اللي احسن والله القبل احسن يعني مواد اصليه كانت ارز باقي يجيبها كلها مناشي اصليه تجي فهسه كلها تجاريه هاي شكرا لك حجي يا ربي الله يحفظك بكم اهلا وسهلا اهلا مرحبا مثل ما شفتوا مشاهدينا طبعا كل شخص موجود بهذا السوق شرح لنا هو ايش قد صار له بهذا السوق ومن جايبه وشنو الاشياء اللي مثل ما شرحه وانه من الاشياء اللي اكثر شيء زينه واللي موجوده يقولون انه هي موجوده من تركيا او من الصين ومثل ما ذكرنا انه كل شيء متوفر وهذا السوق خصوصا انه يجون يجهزون من عند اهل الكافتريات واهل المطاعم وهم يعني اكيد يجهزون من عنده ربات البيت وانصحهم هم يعني ربات البيت انه يجون لهذا السوق انه السوق كلش حلو وكل شيء متوفر به واكيد وصلنا لنهايه جولتنا مع السلامه.